مشاهدينا الكرام، معنا على الهاتف الآن مستشار وزير الزراعة. سيد، يعني بعد التحية، يعد مشروع توشكا من المشروعات الزراعية الواعدة وأيضا من المشروعات التي يتوقع منها الكثير، يعني ما رأيك في ذلك؟ هل تسمعني؟ ألو، أيوة نعم أسمع حضرتك. تفضل يا فندم. يعد مشروع توشكا من المشروعات الزراعية الواعدة وأيضا أعيد إحياؤه ليصبح واحدا من أهم المشروعات التي جرى تنفيذها، ما رأيك في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشروع توشكا يعني موقعه الجغرافي يعني كان له تاريخ نوعا ما، يعني سنوات عديدة من تقريبا بدأ التفكير في إقامة مشروع زراعي كبير في هذه المنطقة من نهاية الستينات، وبدأ الكلام فعليا في التسعينات أن يتم يعني إنشاء مشروع قومي، مشروع زراعي قومي في هذه المنطقة، ولكن بسبب يعني ضعف الإمكانيات الموجودة، بسبب أن هناك تحديات كبيرة خاصة بنوعية التربة وخاصة ب يعني أحيانا بعض المعوقات الخاصة بمد شبكات المياه، توقف المشروع للأسف الشديد لفترات طويلة. وبسبب الإرادة القوية للدولة المصرية في خلال السنوات القليلة الماضية، تم تعويض هذا الوقت وتم إعادة العمل وبجدية وبقوة في هذا المشروع حتى وصل للمرحلة التي رأيناها اليوم. يعني احنا بنتكلم على مئات الالاف من الافدنه، ما يجاوز ال 500 او 600 الف فدان في منطقه يعني كان لا يتوقع ابدا بسبب هذا التاريخ الذي مر ان يتم استصلاح هذه المساحات في هذا الوقت الضيق جدا. ونتج عن هذا الاستصلاح وضم هذه الرقعه الكبيره يعني وجود ملايين الاطنان من المنتجات الزراعيه التي تم ضخها في السوق المحلي وتم تصدير جزء منها، فكان له إسهام كبير جدا في حماية ملف الأمن الغذائي في مصر. نعم، يعني القطاع الزراعي بشكل عام شهد تطور كبير خلال الفترة الأخيرة، خصوصا في تنمية مشروعات التنمية وأيضا استصلاح الأراضي، وكانت هذه المشروعات تهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالمية وأيضا تدعيم القدرة التنافسية. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ لو يعني ركزنا النظر نوعا ما في قطاع الزراعه، يمكن هذه لاول مره في تاريخ مصر الحديث ان يتم تبني هذا القطاع من القياده السياسيه المصريه نفسها، وان يولي اهتمام كبير ويصبح الزراعه او قطاع الزراعه وفي القلب منه قضيه الامن الغذائي جزء لا يتجزأ من امن مصر القومي. لذلك كان هناك اهتمام كبير جدا بهذا القطاع، وشفنا النهارده البنيه التحتيه القويه اللي كلفت الدوله مئات المليارات واكثر من مئات المليارات من الجنيهات لاعاده احياء كل هذه المناطق، وتصبح مشروعات استصلاح الاراضي هي كانها طوق النجاه لملف الامن الغذائي في مصر، ويصبح كمان يعني نموذج محترم جدا. يعني ما يتم في صحراء مصر لا يتم في أي صحارى على مستوى العالم، وده يعني بشهادة المنظمات والمؤسسات الدولية مش وجهات نظر محلية. وبالتالي أصبح هذا النموذج، نموذج استصلاح مصر، يدرس في كثير من الأماكن، ويضرب به المثل أن مصر استطاعت وفي وقت قليل جدا أن يتم أن يضاف لرقعتها الزراعية كل هذه الملايين من الأفدنة. نعم، دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.